الحضارات القديمة هي حضارات كانت موجودة قديما في العالم في 3 قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقد نشأت الحضارات القديمة قبل أن يتم اكتشاف قارة أمريكا، وهذا يشير أن الحضارة قد نشأت منذ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ثم تطورت بشكل كبير في الفنون والعلوم. من أبرز التطورات في الحضارات القديمة النهضة الكبيرة في مجال العمارة، وخير شاهد على ذلك الأهرامات المصرية والتي تعد أحد عجائب الدنيا 7، والتي تشمل أيضا حدائق بابل المعلقة، تاج محل، الكولوسيوم، سور الصين العظيم. تعرف الحضارة في اللغة أنها الإقامة في الحضر، وهي بذلك عكس البداوة. أما في الإصطلاح فإن الحضارة هي مجموعة المظاهر المختلفة في مجتمع ما أو في مجتمعات متشابهة، وتشمل هذه المظاهر الفنون والأداب والعلوم وحتى المظاهر الاجتماعية. ويعتبر ابن خلدون أول من تعرض لمفهوم الحضارة وناقش خصائصها. ولا تنحصر كتابة ابن خلدون ونظرياته عند العرب وحسب، بل كذلك في الثقافات والحضارات واللغات الأخرى. ولهذا يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الفلسفة التاريخية وعلم الحضارة. وقد ذكر ابن خلدون أن الحضارة والبداوة لا بد من وجودها في الطبيعة، إلا أن البداوة تعتبر أقدم من الحضارة، إذ أن البدو سابقون للمدن والحضر. تصورنا للعالم لا بد أن يمتد على بعدين مهمين: البعد المكاني الذي توفره الجغرافيا والبعد الزمني. واليوم ستعتمد التقويمات الشائعة لتحديد هذه الحضارات، وكما تعلمون فبعض الحضارات قد زامنت بعضها البعض، لذلك ركزت على فترة أوج كل حضارة. الحضارة السومرية. يعد وادي الرافدين واحدا من أخصب بقاع العالم لوفرة الماء الذي تأتي به مياه نهرية من منابعها في المناطق الجبلية، لذا قامت فيه واحدا من أعرق الحضارات الإنسانية. فقد مورست الزراعة التي أدت إلى الاستقرار في منطقة عرفت باسم سومر، حيث مارس أهلها الزراعة والصيد وبرعوا في بناء السدود وقنوات المياه لري أراضيهم الزراعية وحمايتها. وكان إنجازهم أكبر في تاريخ العالم هو اختراعهم لنوع من الكتابة في حوالي 3500 قبل الميلاد. بدأت كتابتهم تصويرية ثم تطورت إلى شكل غير تصويري يعرف بالمسماري، كانت على ألواح، وقد أشارت الألواح التي وجدت إلى مستوى عال من الثقافة. وقد استعمل السومريون الطوب المحروق لبناء القصور الفخمة والمعابد الكبيرة، كما أنهم عرفوا نظام الحساب وهو العد في الوحدات الستينية، أي كل 60 تمثل وحدة. وكان وادي الرافدين عرضا لغزوات وهجرات متكررة من جيرانه شرقا وغربا وشمالا، ساميين وغير ساميين. وكانت أهم الهجرات هي هجرات الساميين من بلاد الشام، وهم الذين عرفوا فيما بعد بالأكاديين منذ نحو 3000 عام قبل الميلاد. كما حدثت هجرة سامية في فترة لاحقة أثمرت ظهور آشور وبابل التي كان من أشهر ملوكها حمورابي. الحضارة الفرعونية. بدأت تنمو في وادي النيل نحو عام 3100 قبل الميلاد، وكانت البلاد منقسمة إلى إقليمين: شمالي وهو الوجه البحري، وجنوبي وهو الوجه القبلي. وتم توحيدهما على يد ملك من الوجه القبلي اسمه نعرمر. وظلت مصر متحدة سياسيا طوال تاريخها القديم، وحكمتها أسر بلغت 31 أسرة. وعرف المصريون الكتابة التصويرية الهيروغليفية، وتفرع عنها نوع من الخط غير التصويري للحياة اليومية اسمه الهيراطيقي، الذي أدى إلى الديموطيقي. وكان الخطان التصويري وغير التصويري يستخدمان معا كل لغرضه. وهم أول من اخترع ورق البردي للكتابة عليه بقلم من البوص، فبنوا معابدهم من الحجارة ومساكنهم من الطين أو الطوب المحروق والغير المحروق. وتميزت دياناتهم بالإيمان بحياة بعد الموت، لذا حنطوا موتاهم أملا في ألا تفنى أجسادهم في الحياة الأخرى. وقد ظلت الأهرامات معجزة هندسية ومن عجائب العالم 7، وكانت حضارتهم راقية، فعرفوا الأداب والطب والهندسة والحساب والفن والصناعات الراقية الدقيقة. وامتد حكمهم إلى ما وراء وادي النيل، فقد حكموا في القرن 15 قبل الميلاد منطقة سوريا الكبرى وأجزاء من السودان الشمالي. كما أدت هذه الحضارة دورا مهما في حركة التجارة العالمية، وذلك بسبب موقعها استراتيجي من آسيا وأفريقيا. الحضارة الهندية. ظهرت منذ 2300 قبل الميلاد بوادي الهندوس، أي وادي السند، في شمال غرب الهند وجنوب باكستان. شق الهنود القنوات للري وتضاعفت المحاصيل وتكونت النظم السياسية والاجتماعية، وظهرت المدن وأهمها مدينتا هاربا وموهينجو دارو. شوارعهما مستقيمة وبها مياه للشرب بالصنابير. وكان شعب وادي السند يستخدمون العربات المزودة بالعجلات وينتجون المجوهرات والدمي، وكان لهم لغتهم المكتوبة. وكانت الهند تتبادل القطن والمنسوجات مع بلاد ما بين النهرين. حضارة المايا. قامت هذه الحضارة داخل أمريكا الوسطى وتطورت بشكل كبير وسريع، وكانت منذ 2600 قبل الميلاد.
تمكنت هذه الحضارة من الكتابة على الأحجار وتسجيل التقويم الشمسي، وتميزت هذه الحضارة بالثقافة العالية. اهتمت أيضا بإقامة الأهرامات، ويوجد منها ما هو أكبر من أهرامات الجيزة، ولكن مع الأسف انهارت هذه الحضارة في القرن التاسع بشكل مفاجئ. ينتشر أحفاد هذه الحضارة داخل أمريكا الوسطى حتى الآن. الحضارة الصينية. في الصين قامت حضارة حوض نهر ما بين سنتي 3000 قبل الميلاد و 1600 قبل الميلاد، وكان يضم مجتمعات زراعية كبيرة، وكان أهلها يربون دود القز أي الحرير ويخزنون خيوطه وينسجونها، وكانوا يتاجرون في الحرير بواسطة قوافل الجمال عبر وسط آسيا. ورغم أن المجتمع الصيني كان متقدما، لم يترك الصينيون سجلات مكتوبة حتى القرن السادس عشر قبل الميلاد، وفي عهد مملكة زهول إقطاعي بالقرن الحادي عشر قبل الميلاد بسطت نفوذها على مناطق بشمال شرق الصين وحاليا، وكانت تستعمل الأسلحة الحديدية، وتوسعت في نظم الري، وظهرت القوانين والفلسفة الكونفوشية في هذا العهد، وبدأت الحضارات المبكرة تنمو وتتفاعل، حيث أخذت الدول تتوسع لبسط نفوذها وتوسيع دائرتها كما فعل الفرس والإغريق. وخلال هذه الحقبة انتشرت الديانات الكبرى والفلسفات خارج منابتها. الحضارة اليونانية الإغريقية. الحضارة الميسينية المتحدثة باليونانية والتي انهارت حوالي 1150 قبل الميلاد، وقد استخدم بعض المؤرخين تاريخ تسجيل أول دورة ألعاب الأولمبية عام 776 قبل الميلاد كبداية العصر اليوناني القديم، وقد تم سك أول عملة معدنية في ليديا قبل عام 600 قبل الميلاد، والتي كانت تعرف باسم الإلكتروم، وهي خليط من الذهب والفضة. ومع مرور الوقت أصبح لمعظم المدن عملات معدنية ورموز وعلامات منحوتة خاصة بها. الحضارة الرومانية. احتل الرومان جزيرة صقلية عام 264 قبل الميلاد، واشتهرت الحضارة الرومانية بجسارة شعوبها في الحرب، مما أدى إلى جمعهم للكثير من الغنائم وخوض الحروب المستمرة. أبدع الرومان في فن العمارة القديمة التي استوحوها من العمارة اليونانية، إلا أنهم أضافوا بعضا من أشكال ثرائهم على مبانيهم ليظهروا تميزهم، ويطلق على أسلوب العمارة الرومانية المنسوب لليونان اسم العمارة الكلاسيكية. كما استخدم بعض المعماريين منذ القرن الثامن عشر أسس العمارة الرومانية في بناء الأعمدة والأقواس، إضافة إلى استخدام الجص الأبيض في النهاية لإضافة اللمسات الكلاسيكية. وصنع الرومانيون مادة خاصة بهم ساعدتهم في بناء فضلا عن الحجر والخشب، سميت بالإسمنت الروماني، مما أحدث ثورة معمارية في روما بحلول القرن الأول قبل الميلاد، واستخدم الرومان الإسمنت في عملية البناء تحت الماء أيضا. الحضارة الفارسية. الأخمينيون والأخمينيديون هم أسرة ملكية فارسية كونت لها إمبراطورية في فارس عام 559 قبل الميلاد، واستولت على ليديا أي غرب الأناضول وبابل وإيران وفلسطين ومصر، التي امتدت إلى جميع أرجاء الشرق الأدنى من وادي السند إلى ليبيا وشمالا حتى مقدونيا. تطورت هذه الحضارة فاتسعت رقعتها الجغرافية، فضمت عددا من الشعوب الأخرى، ثم انتهت بظهور الإسلام. وكانت هذه الحضارة تتميز بالقوة العسكرية، ومر بها العديد من الأحداث والحروب التاريخية الكبرى. الحضارة الإسلامية. الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله استمرت تحت مسمى الخلافة في الفترات الأموية والعباسية بالعلوم والمدنية، كما اهتمت بالنواحي الدينية. فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح، فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة. فالإسلام كدين عالمي يحض على طلب العلم ويعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمة لتنهض أممه وشعوبه، فأي علم مقبول باستثناء العلم الذي يخالف قواعد الإسلام ونواهيه. والإسلام يكرم العلماء ويجعلهم ورثة الأنبياء، وتتميز الحضارة الإسلامية بالتوحيد والتنوع العرقي في الفنون والعلوم والعمارة طالما لا تخرج عن نطاق القواعد الإسلامية، لأن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام، وكانت الفلسفة يخضعها الفلاسفة المسلمون للقواعد الأصولية، مما أظهر علم الكلام الذي يعتبر علما في الإلهيات، فترجمت أعمالها في أوروبا، وكانت له تأثير في ظهور الفلسفة الحديثة وتحرير العلم من الكهنوت الكنسي فيما بعد، مما حقق لأوروبا ظهور عصر النهضة بها. لهذا لما دخل الإسلام هذه الشعوب لم يضعها في بيات حضاري، ولكنه أخذ بها ووضعها على المضمار الحضاري لترقد فيه بلا جامح بها أو كابح لها. وكانت مشاعل هذه الحضارة الفتية تبدد ظلمات الجهل وتنير للبشرية طريقها من خلال التمدن الإسلامي. فبينما كانت الحضارة الإسلامية تموج بديار الإسلام من الأندلس غربا لتخوض الصين شرقا في عهد الدولة الأموية، كانت أوروبا وبقية أنحاء المعمورة تعيش في جهل وظلام حضاري.
هذا ما يحدثه التاريخ، ولكن لماذا العلماء اليوم على اهتمام كبير بالماضي؟ وما سبب اهتمامه للأثارات والمومياء والحضارات القديمة والكتب السماوية؟ أسرار لم يتم البوح بها، ولكن ما سأكشفه من خلال هذا الوثائقي يقع في بقعة اهتمامك لكي تعرف الحقيقة. فماذا وجدوا في بابل في بلاد ما بين النهرين؟ وما هي الحضارات المخفية الأكثر أهمية عن كل ما ذكرته من حضارات؟ ماذا كان يوجد قبل الطوفان؟ لا يزال العالم القديم وحضاراته محتفظاً بالآلاف من الأسرار التي لم يكشف عنها علماء اليوم، ووقف الباحثون أمامها عاجزين عن تفسيرها ومذهلين من تطور الحياة منذ مئات السنين. مقبرة الملكة نفرتيتي التي لم يعثر لها على أثر حتى الآن، وبطارية بغداد التي تعد إحدى فرائض ومنجزات الحضارة القديمة التي يقف الإنسان المعاصر مندهشاً أمامها. بل ما هو سر الأهرامات والكثير الكثير؟ سأتكلم عن تاريخ كما صنع الدهشة لعلماء اليوم سيصنع الدهشة لك وترى الحقيقة الكاملة. هذا ما كان في الجزء الأول، فما يحتويه الجزء الثاني هو بداية الحقائق لأسرار الحضارات القديمة.